مشاهدي الكرام، هذا منظر عام بعد ما نزلنا الصناديق ديالنا. هانتوما كتشوفوهم فوق البنية التحتية اللي درنا. الآن غادي نلصق هذا المشارة بهذا، هذا الماموني، نغطيو به هذه الصناديق على هذا الشكل هذا، ونديروا بعض الأعمال الختامية إن شاء الله. كيف كتشاهدوا، غنثبتوا هذا البلاستيك هذا حتى هو بعد الكرافلوز على هذا الشكل. ها هو ثبتوه هنا البلاصة اللي غادي ينوض باش هنايا كنثبتوه كتشاهدو، و نركبو المشارب ديالنا الماموني، نركبوه على الصناديق على هذا الشكل وفي هذا الارتفاع هذا كتشاهدو. نركبو في هذا الارتفاع باش يخلي لنا هنايا مكان ديال التسياق، مكان ديال النظافة. وها هو دابا مغطي الصندوق كيف كتشاهدو، ها هو دابا منظر عام. اللهم بارك. كنتمنى هاد الفيديو تشاركوه مع الأصدقاء ديالكم باش يردو الصحيحان ديالهم بحال هاد الشكل. منظر عام. يلا نكمل هذا الماموني هذا ونتواصل.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.